الجزائرية في محاربة هذه الظاهرة بأن نص قانون نص على قانون أو تعديل قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 2006 المؤرخ في 28 أبريل 2020 المعدل والمتمم لقانون العقوبات لسنة 1966. هذا التعديل استحدث فصلا كاملا في قانون العقوبات تحت عنوان المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، تضمن جملة من المواد وهي المواد من 253 مكرر 6 إلى المادة 253 مكرر 12. وللإشارة يبقى هذا القانون لحد الساعة هو النص المرجعي الوحيد لجميع جرائم الغش في الامتحانات والمسابقات. إذن تضمن التعديل المشار إليه جملة من الصور التي قد ترتكب سواء من طرف المترشحين للامتحان أو من طرف القائمين على تأطير وتنظيم هذه الامتحانات. الصور تتعدد إلى ثلاث أشكال، منها جنحتين ما يأخذ الوصف القانوني للجنحة.